في حياتي هذا صوت ديال التلفاز. السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم فيديو جديد و بغيت نشارككم مع حبيبي شنو نقول؟ شنو غتقولي؟ بغيت نشارك معكم الفيديو ديال الدرع الفضي. السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم بغيت نشارك معكم كي دايرين بعدا؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير الحمد لله. اليوم بغيت نشارك معكم لي ديال يوتيوب ديالي، كيقولوا درع الفضي. درع الفضي، درع الفضي. السلام عليكم الاخوان، كي راكم بخير؟ نتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير. والله غير شحال هادي ما درت فيديو، راه نسات لها الهضره. المهم الاخوان، في هذا الفيديو غادي نشارك معكم الفرحه ديالنا. كان حدا كنحر اخاكم معكم الدرع هذا ديال اليوتيوب، كان حدا كنحر ديالنا الفيديو في قناتي وشفتوا هذا الشيء. بس دابا يعني في يعني في بعيونا، يعني في الحقيقه، يعني كنت بارطاجيت معكم في القناه الثانيه على الدرع اللي كنصلا، ولكن كنت بارطاجيت معكم هذوك الساعه كنا في الفيليبين. هذا الشيء فاش دينا في يدينا قلنا نوليو نعاودو نبارطاجيو في القناه ديالنا الاولى اللي هي هذه، ونوريكم داكشي اللي فيه لداخل، ونشارك معكم الفرحه ديالنا. الصراحه حنا ديجا فرحنا، وغنوليو نعاودو نفرحو معكم دابا في هذا الفيديو. والصراحه راه ديجا حليناه، ما حليناش حنايا، كنا متمنين على اننا نفتحوه. تفتحوا لاني التعب ديالها والخدمه ديالها، وتحس داك الشعور وداك الاحساس وهي كتفتح الدرع الفضي. وصلنا من امريكا. المهم غنفتحو باش نشارك معكم اللي فار عندي، باش تكون الفرحه ديالنا معكم. وكذلك غادي نشكرو كاع الناس. صراحه هذا ديال القناه الثانيه ديالي اللي فيها اكثر من 200,000 افوني. اي اكثر من 225,000 افوني، 222 افوني تقريبا. ها غنشوف نتاكدوا. 227,000 افوني، 227,000 افوني. اي محمد لا لاني تي في. بس لاني تي في. دابا نخليوها لكم في اول تعليق او في صندوق الوصف ديال القناه الثانيه اللي مازال ما مشاركش فيها، يدخل ويشارك فيها. بس اخواتي يعني ماشي دائما كنلوح في الفيديو، يعني شي مره ما عندي فكره، يعني كنتعطل بزاف بس نلوح الفيديو. اليوتيوب الاخوان ماشي سهل، ماشي سهل، ماشي سهل لدرجه انك بقى تفكر شنو غدير في الفيديو، لدرجه انك كتبقى يضرك هادي كتضرك والله. عمل في اليوتيوب او لا مثلا خدمه في اليوتيوب او لا صاحب القناه كيعاني فيها بزاف. اول حاجه كيعاني باش انه يلقى فكره باش انه يبارطاجيها مع الناس، شي حاجه يديرها يصورها. كيعاني كذلك في التصوير، يعني كيخصو الصور، كيخصو كيفاش يهضر، كيفاش يتصرف، كيفاش 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 بزاف الحوايج. خاصك تمونطي بزاف حاجه، كيخاصك تمونطي، يعني كتسهر ليالي لدرجه ان العينين ديالي انا بعدا لا راني كندير نظره، انا كنظره بسبب التليفون، بسبب الخدمه في التليفون. شنو اخر؟ بزاف د الحوايج. تقدر انك ما تقدر تسافر فشي بلاصه، راه ما كتستمتعش بداك السفر لان كيكون البال ديالك مشغول على انك كيفاش الصور، كيفاش التليفون، كيفاش كذا، كيفاش هضر، كيفاش كيفاش بزاف د الحوايج. فهمتوا الاخوان؟ هاد لا فيديو ما غنديروش فيه بزاف ديال 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 المونتاج. والمهم سبب بعض شويه ديال التاخر، واحد شي شويه لانك فما كتعرفوا حنا جينا من السفر، راني حامله، الحراره برا ما عندكش كيفاش دير تمشي تسالا ولا تصور على برا. شنو اخر؟ انا حاليا دابا كنجمع الاوراق نتاع لاني باش نصايب الاقامه، نصايب بها الاقامه. يعني ما ساليناش على اننا باش انا ندير لكم فيديو نحطوه عليكم.
بزاف ديال الاخوان والاخوات اتصلوا بنا وقالوا لنا فين خبرتوا واش واقع عيط لاباس راكم ما كتبانوش ماكم ما شفتوش لا فيديو. الناس كل ساعه كتدخل القناه وكتضرب الله وكتشوف واش نزل شي فيديو ولا ما نزلش. داكشي علاش كنا قررنا نبارطاجيو معكم الدرع الفضي ديال القناه الثانيه نتاع لاني. هاد القناه هادي مازال ان شاء الله مبقالاش بزاف مبقالاش بزاف ان شاء الله. كذلك غنتوصلوا بالدرع الثاني بحال هذا غنفتحوا وغنبارطاجيوها معكم. اول حاجه الاحساس ديال كلاني بعدا منين وصلك الدرع وصلت ل 100000 شنو كيفاش كان الاحساس نتاعك؟ هو الصراحه حنا خدينا معطل يعني نورمالمون يعني خاص توصل 100000 وشي شويه ديك الساعه يعني كديكلاري بالدرع توصل مع شركه يوتيوب تهضر معاهم وهما ديك الساعه كيوصفوا لك الدرع. ولكن حنا حتى وصلنا تقريبا وصلت لاني شي 200 والصرف عاد طلبنا بالدرع. المهم الاخوان كذلك المهم الاخوان عاد يعني توصلت به لاني يعني متعطل. ونهار اللي كنوصل لهنايا المغرب حنا كنا في الفلبين يعني ما استمتعناش بداك الافتتاح ديالو وراه ديجا مفتوح وغنوريكم شنو كاين فيه لداخل بالنسبه للناس اللي ما عارفينش. وحاجه اخرى بعدا نشوفوا لاني بعدا الاحساس ديالها كيفاش حسات. الاحساس ديالي زوينه فرح يعني ما فكرتنو شي نهار راح يكون عندي هذا الشيء يعني هذاك حساس يعني فرحان يعني كل واحد يوتيوبر كتمنى يشد هذا درع الفضي. ولكن انا يعني ما فكرت انه انا راح نشد هذاك الشيء الحمد لله. يعني كنا كنشوفوا كيف ما حاليا دابا انت كتشوفوا ولا انت كتشوفي وكتقولي ما عرفش واش نقدر حتى انا نقدر نخدم مع القناه مثلا وندير واحد وصل هاد الدرع ويكون مكتوب فيه السميه ديالي. نفس الاحساس اللي كتحس به انت اولا انت حتى انا كنت كنشاهد الناس بحالكم باش نموتيفيك حتى انا كنت كنشوف الناس بحالكم يعني بحال هكا كيفتحوا الدرع الفضي او الدرع الذهبي ديال مليون. ف كنفرح معاه صراحه لان قد ما كتفرح لاخوك ربي كيجازيك وكيفرحك حتى نتايا. قد ما ما كتبغيش اخوك شي حاجه للافاده او المصلحه ما كتبغيش لاخوك الربح حتى انت راه عرف بان راه ما عمرك غادي تزيد لقدام. لان تمنى لغيرك الخير باش يتمنى لك الاخر الخير ليك فهمتي. داكشي علاش يعني بغي كيف ما كتبغي راسك الخير غير واحد اخر وان شاء الله غتيسر الامور وتوصل داكشي اللي كتمناه واللي كتقلب عليه. هذاك ساعه كان بغا نطلب هذاك شي اخواتي كندير راسي خلينا ندير في الاسميه ديالو ياكي ماشي في الاسميه ديالي. ولكن فكرنا ان شي نهار مثلا راح يوصل القناه ديالو 1000 ابوني كنا بغينا نسميوه المهم انا باش غادي نشرح لكم شنو بغيت لكم. لاني كنا باغيين نسميوه محمد انزلاني من بعد غادي نفتحوا لكم. من بعد شفنا ما بغيناش نسميوه بالسميه ديال القناه الثانيه لان لاني تي في ما ماشي شي حاجه يعني نقدروا نديروا مثلا شي حاجه اخرى سميه وكنيه. داكشي علاش لاني يعني دارت السميه ديالها والكنيه نتاعها. وان شاء الله بحول الله من بعد ما نوصلوا للدرع الثاني كذلك غادي ندير فيه السميه ديالي والكنيه ديالي اولا ندير فيه محمد انزلاني يعني من الاحسن. ما كملت لكم شي الاخوان بالنسبه حتى انا كنت كنقول يعني تقريبا من 7 المستحيلات على انني نقدر نوصل غير 10K ديال المشتركين وشوف سبحان الله يعني ربي كبير يعني الانسان كيتوكل على الله وكيستمر كيكتسب بزاف ديال الحوايج احسن هديه اللي هما نتوما اللي لقينا بزاف ديال الناس كتبغينا لدرجه اننا كنخرجوا ولا كندورو بزاف الناس كيتصوروا معنا بزاف الناس كيرحبوا بينا بزاف الناس كيسلموا علينا بزاف الناس كيوصلنا الحب من عندكم بزاف الاخوات. ماشي مره كنحشو ونقول لكم هذه القضيه خلي بلاتي سمح لي كنقاطعك وراه حتى الناس راه ما كيبغيوش الحال ملي كيشوفوني انا كنهضر وانت ما كتهضريش كنقاطعك. خلي غير نكمل داك الشيء في قلبي الاخوان وديك الساعه خلي لاني تهضر معكم حتى تشبع. المهم الاخوان كنلقى هادشي كيلقى اي واحد على انه كتلقى
اكثر من 10000، اكثر من 20000، اكثر من 30000، ما عرفتش شحال نقول لكم. تقريبا 99% كيبغيونا وكيحبونا. هادشي راه كيوقع لاي قناه، ولكن كتلقى واحد الفئه اللي قليله تقدر تحسبها غير باصبع ديال ايديك، يعني ما كاينش شي 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا ندير حتى 10، ولكن ليس مقارنه مع الالفات. كتلقاهم على انهم فجيت نبشركم هاد الناس هذا على انكم عمركم غتطفروا، ما عمر واحد غادي يطفر قد ما انت راك كتموتيفيني. بعدا ملي كنلقى اننا حقا دوك كاع حساد وكل كاع شي كلام اللي مثلا ماشي تليه بوجه ليا او لله لي او لينا بجوج، فبالعكس انا كنت موتيف، لان الا قالك الشجره المثمره هي اللي يعني كيفاش كيقولوا لها واحد المثال تتصححوها لينا بقيت شاقل عليها. فهمتوا الاخوان؟ يعني الا ما كنتيش واصل، ولا ما كنتش شوية عليك حبيبي انا شنو طاقي. المهم الاخوان اللي غادي نقول لهم على ان هذوك الناس اللي الله يهديهم، ف جيت نبشرهم لانه ما عمرهم غادي يطفروا، كنتمنى لهم الهدايه. الناس اللي كيبغيو يطيحوا بنادم، كيشوفوا انسان غادي يعني داير مثلا شي حاجه، ولا كيلقى الناس كيحبوه ولا فهو كيكره وكيجي ضد داك الشيء، فكنبشرك بانك ما عمرك غادي تطفر اخي، ما عمرك غادي لقدام. علاش؟ لانك ما عندك حلم، وكتطيح الحلم ديال الناس وكتدمر الحلم ديال الناس. في الاساس انت ما عندك حلم، ما عندك حتى شي حاجه، فاعرف بانك ما غنبشرك بان ما عمرك غادي تطفر في الحياه نتاعك، وتعيش مع الدب، تعيش من الكتابه، تعيش بزاف الحوايج. هذاك الشيء علاش رخف راسك، شوف شي حاجه انك ديرها، تقدر هذا الشيء اللي كنديروه حنايا تقدر انك تستفد منه، تقدر ينفعك في بزاف ديال الحوايج. المهم هادشي اللي غادي نقول لك. ف انسان يعني انسان اللي غادي يكتب شي حاجه خايبه من الاحسن يكتب حاجه زوينه، لانك كتاخذ دعوات ديالنا والدوم نتاعنا، وكذلك كتاخذ دعوات من عند المتتبعين، لان ملي كيدخلوا المتتبعين وكيلقاو شي كومونتير سلبي راه صدام، وهما كيردوا عليه، يعني هما كيردوا عليه. فهمتوا الاخوه؟ فلذلك يعني الانسان باش انه يطفر في هذه الحياه، فخصو اول حاجه يديها في راسو، وما شاف حتى شي حاجه عجبتك ولا ما عجبتكش، صافي دير انت مزيان، انت كون مزيان اسيدي، فهمتي؟ انت كون مزيان. ولكن المهم الاخوان شنو نقول لكم لي المهم الاخوان غادي نعطيو غادي نفتح هادير هذا بسم الله نزل فوق انا نزل فوق باش انا نضبط شويه الكاميرا استنى نضبط شويه الكاميرا لا يلا سير بسم الله انا افتح لكم دراري فضي ديالي اما شفت كان خلي يفتح قابل هنا انت باش غادي تشوف داكشي كاع اللي كيجي معاه بسم الله تران هادي غنشوف هادي هذا انك رسالة انك تحقق 100,000 ابوني. المهم هذه شهادة مع عند شركة يوتيوب وكتهنئك كذلك على 100,000 مشترك. المهم هادشي اللي كاين شي حوايج اخرين، واحد السينياتور من عند شركة اليوتيوب او ادارة اليوتيوب. وهذا هو الدرع الفضي ديالي تران مازال في الميكا ديالو
وهذا كذلك كتقول لك على ان عقبال 100,000 مشترك و يا ربي. وكذلك كتقول لك عقبالك الدرع الذهبي ديال 1,000,000 مشترك والألماسي ديال 10,000 مشترك. شوفوا خواتي هذا محال باش نوصلوا ليه. هذا خليها انت خليها انا شوفي خواتي فيها ماريو هما عطاونا باش نمسحوا هذا ها هو اسمية ديالي خواتي هذا هو الاسمية ديالي كتشوفوا اسمية ديالي وكنية ديال امي وكنيتي كنية ديال ابويا ما خلصوش يتفتح هذا ما خلصوش يتفتح شنو هذا لا ما تحليش هذا ما كيمسحوش به هذا شنو هذا نشوف شحال ملي كيمسحو به هذاك ما عارف غير باش ما يطلقش شي ريحه ولا ما نعرف بحال ديك اللعيبه اللي كتكون في الصباط نوض سخنان وسختي ديالي ماشي ثقيله هادي شي خفيفه ما ثقيلاش بزاف شي عادي خفيفه شويه وكتحط فيه هنايا بحال دابا مثلا بغيتي تعلقي هنايا كاينه هنا هاكا ونعلقو فيه هاكا بس كل واحد يجي في دارك مثلا ضيوف راح يشوفوها هذاك شي اخواتي انا فرحت بزاف لانه ما فكرت انا انه راح نشد هذا الشيء وان شاء الله قريب ان شاء الله محمد حتى هو راح يشد ديالو باقي لك شحال باقي لك انت بقات يمكن شي 5,000 ولا شي 4,000 افون ان شاء الله وراح يشد ديالو ان شاء الله واخواتي يعني عاونوا هو يتحقق هذا الشيء ونوها بارتاجو الفيديو هذا شي والله مسكينه كتقول لكم يعني تعاونوا على ان باش نوصلوا 100,000 في هذه القناه هذه باش كذلك ناخذ الدرع الثاني ولكن الحمد لله بعد اننا خدينا بعد الدرع هذا ولمسناه وعرفنا كيفاش داير والاخر فوق ما بغى يجي مرحبا ما كاينش مشكل لان الاخوان انا كنت غنوصل 100,000 هاد القناه كنت غادي نوصل 100,000 قبل ما نوصل للفلبين قبل ما نمشي للفلبين قبل ما نسافر كنا غادي نوصل كانت كتزاد 1,000 مشترك في النهار من بعد الاخوان صافي لكم عارفين الانسان داك الانسان اللي كيكون مثلا ما كيبغيش اخو الخير يعني كيشوف انسان قرب انك توصل ل 100,000 كيقول لي ما خصناش نفرحو مثلا كيمشي كيحيد الاشتراك ديالو صافي يعني الانسان راه قريب وصل ل 100,000 كيحيد الاشتراك نتاعو بحال هذا وقت خواتي كان داكشي علاش انا ما كيهمنيش انا نقدر نوصل ولا ما نقدرش نوصل المهم الحمد لله ان انا لاني وصلت ليه فهمت الاخوان والمهم الاخوان اللي كيهمنا اكثر ماشي الدرع هو الدرع صراحه كيحفزك وشي حاجه زوينه ولكن اكثر حاجه اللي كنركز عليها هو الانسان اللي كيبغينا هو الناس اللي كيحبونا وكسبنا صراحه اصدقاء الله عمر سلعه واكتسبنا كذلك عائلات يعني تعرفنا على عائلات ودخلنا قلوب ناس فهمت هذا هو الاساس ديك هو احسن من درع الالماس فهمتي كيفاش احسن من اي حاجه فهمتي وهادشي اللي كاين كتمنى الدعوات ديالكم والكلام ديالكم الجميل والرائع الاخوان صافي الاخوان فشكرا لكم بزاف على الحب ديالكم شكرا لكم بزاف على الكلام ديالكم الزوين شكرا على لي كومونتيرات نتاعكم شكرا على الاهتمام نتاعكم وشكرا على المشاهده ديالكم وشكرا لكم شكر كبير 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 بزاف يلا اللي باقي ما سكنش شي كلمه شكرا بزاف اخواتي هادو الناس اللي كتبغاونا وبغات
بغيت تكون دعوا معايا اخواتي. ولد بخير على خير. دعوا معايا. دعوا مع الله تولد بخير على خير وتكون مزيانة. ان شاء الله. باش ان شاء الله نبقى ندير لكم فيديوهات يكونوا واعرين. ان شاء الله. وهذا الشيء اخواتي. نشوفكم في الفيديو اخر. عطي احسن حاجة. احسن حاجة انا كنحس بيها. ماشي بمشتركين كتار او لا ماشي بهاد الدائرة ولا. احسن احساس كنحسو به انا وكتحسو به طلاني. هو اننا كنتلاقاو كنلقاو تعاليق من عند امهات من عند اباء. واعرة واعرة واعرة. كنلقاو حب من عند الناس قوي لا يوصف. كنلقاو اهتمام من عند الناس كبير بزاف اللي ما كتلقاش مع العائلة نتاعك. فشكرا شكرا 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 لكم بزاف من القلب. وتحياتي لكم. وهذا ديري داك القبول اللي كتهضري صايبي ديري شنو يلا الاخوان تهلاو ليا فراسكم وان شاء الله ديروا لايك ديروا واحد لايك وبغيتيش دير لايك دير واحد ديزلايك. وشكرا لكم وتحياتي لكم. السلام عليكم. غريب نتلاقاو ان شاء الله بفيديو اخر. يقال أن الشجر المثمر يقذف بالحجارة دون نعن غيره من أجل ثماره، وما رمي بالحجر إلا لامتلائه بالثمار النافعة والمفيدة، أما الشجر الخاوي الخالي فلا يقذفه أحد ولا يهتم به، إن النجاح لا يأتي إلا بعمل وجد واجتهاد، فهو أمنية كل إنسان يعمل ويكدح من أجل ذلك، ويأتي محصلة لاجتهادات صغيرة تتراكم يوما بعد يوم، ولكنه غالبا ما يولد الأعداء، ومن لا يستطيع اللحاق بك لا يملك سوى طعنك من الخلف، لكن الناجح هو من يؤمن دائما بالمقولة الشهيرة: إذا جاءتك ضربة من خلفك فاعلم تماما أنك في المقدمة. لذلك لابد لأي إنسان ناجح أن يتحلى بأهم مهارات النجاح، وهي الصبر وقوة الصمود أمام أي تحديات أو صعوبات، والعمل هو الرد البليغ على أعداء النجاح. ولا أعتقد أن هناك شيئاً يؤلم الفاشلين أكثر من استمرارية نجاح الناجحين، ولكل شخص ناجح مئات الحاسدين الذين يؤلمهم نجاحه ولا يستخدمون أساليب المنافسة المشروعة، وهذا حال الفاشلين دائماً لا يسعون إلى تطوير أنفسهم، بل يلجؤون إلى أشنع الوسائل لتحطيم المنافس، على اعتبار أن سقوط المنافس نجاح لهم، حتى وهم يعلمون علم اليقين أن المشكلة الرئيسة فيهم لا في منافسهم، فلقد أكلت الغيرة قلوبهم، وعشش الحسد في صدورهم. فسرعان ما يعلنون عليه حربا خسيسة سلاحهم فيها الكلمة الكاذبة والإشاعة المفترية، وكأنهم لم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. إن أفضل طريقة للتعامل مع أعداء النجاح هي تجاهلهم وعدم الالتفات إليهم تماما، لأنهم يهدفون إلى تشويشك ولفت انتباهك لقضايا فرعية، مما يؤثر على كفاءتك في العمل الأساسي. وليس معنى التجاهل هو ترك الحق، فإن تعرضت للإهانة أو للشكوى لا تتردد بأن تدافع عن نفسك بكل قوة وحزم، لكن بموضوعية تامة مع مواصلة التميز، سواء كان ذلك على المستوى العملي أو العلمي. والمهم أن يكون الإنسان واثقا بالله ثم بنفسه، فلا يهتز
ولا يرضخ لأية مخاوف، إضافة إلى أهمية ألا يسقط الإنسان في فخ الغرور بالنظر إلى غيره بأنهم أقل منه، مما يجعله يحفر قبر نجاحه بيده. وعلينا دائما التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع خصومه وأعدائه، فمنهم من تم احتواؤه، ومنهم من تم تجاهله، ومنهم من تمت مواجهته إذا لزم الأمر لحسم الصراع. قال الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما: إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحبهم العلماء، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. ومعنى ذلك أن نطين أنفسنا على محبة الخير للآخرين، وأن نحرص على إيصال النفع لهم وعدم الإضرار بهم. فالإسلام لا يعرف إلا الخير والصفاء والنقاء والمحبة والسلام بين أبناء المجتمع.